مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. وكيل نيابة الأموال العامة في شبوة يعلن تعليق عمله بعد منعه من تفتيش أحد السجون. كيف يخاطر مهاجرون أثيوبيون بالعبور عبر اليمن للوصول إلى السعودية؟ وفي أخبارنا المنوعة، ناسا تقدم أخبار حالة الطقس في كوكب المريخ. أهلا بكم. يتساءل موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية بخصوص الجهود الأممية في اليمن، لماذا فشلت الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى في الحديدة؟ وقال الموقع يوضح الفشل الحاصل في الأرض إلى عدم يقين المبعوث الدولي من مواقف الطرفين وتجاهله لمواقف الحكومة الشرعية، مؤملا بموافقتها استجابة لضغوط دولية كبيرة. وقال مصدر حكومي للموقع إن الضغوط الدولية مستمرة على الرئيس هادي للموافقة على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دون الحديث عن المرحلة الثانية والتوافق عليها وتقديم ضمانات. وأضاف ما يحدث يتجاوز اتفاق ستوكهولم لتنفيذ رؤية اليسغارد لإبقاء الحوثيين كمسؤولين في السلطة المحلية والأمنية للمحافظة، ولن تقبل الحكومة بحدوث ذلك. موقع المصدر أونلاين قال بأن وكيل نيابة الأموال العامة في شبوة أعلن تعليق عمله بعد منعه من تفتيش أحد السجون. القاضي محسن بطم وكيل نيابة الأموال العامة بشبوة أضاف للمصدر أونلاين قائلا: نزلنا إلى سجن البحث الجنائي للتأكد من صحة بلاغات عن وجود حالات تعذيب للسجناء، إلا أننا منعنا بالقوة من قبل مدير البحث. ودعا بطم القضاة وأعضاء النيابة لاجتماع يوم الخميس بمكتب رئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار قضائي موحد تجاه تصرفات مدير البحث. ووثقت تقارير صادرة عن منظمات دولية قصص اعتقالات خارج القانون وتعذيب وإخفاء قسري في سجون عدد من المحافظات اليمنية. هل دخلت الثورات العربية طور الكمون؟ يتساءل الكاتب المغربي كمال عبد اللطيف في مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد موضحا: لا يمكن القول اليوم إن الحالة الثورية العربية توقفت، ولعل الموقف الأقرب إلى وصف ما نحن بصدده أن تكون قد دخلت طورا من أطوار الكمون. يستعان هنا في الاقتراب من رهان الحالة الثورية العربية بثلاث مفردات: الكمون، التراجع، ثم الاشتعال والتجدد. وترتبط المتغيرات الجارية في مجتمعات الثورة وباقي المجتمعات العربية في أغلبها ببعض من دلالات هذه المفردات، حيث تعرف هذه الحالة صوراً من التراجع عن اندفاعة الفعل الثوري كما تبلور في أشهرها الأولى، وحيث يلج بعضها الآخر طوراً من الكمون القابل للاشتعال مجدداً بل وللاستفحال أيضاً. الحالة الثورية العربية متواصلة اليوم مشروعاً قابلاً للاستئناف في مختلف المجتمعات العربية بحكم أنه لم ترتفع من أغلبها المبررات التي دفعت إلى حصولها، وذلك بموازاة مع مختلف أشكال التراجع التي أشير إليها والمتمثلة في حديث بعضهم أخيراً عن نهاية الثورة السورية وتخوف آخرين من كل ما جرى ويجري في ليبيا واليمن. تتيح تحولات كثيرة تبرز بين حين وآخر في قلب متغيرات الواقع العربي تأكيد أن الحالة الثورية العربية على الرغم من كل ما لحقها من أعطاب ودخول بعضها في كمون ما تزال قادرة على الاشتعال مجدداً بطريقة أخرى. وما يجري اليوم في السودان من حراك اجتماعي وسياسي يطالب بإسقاط نظامها في الحكم بعد 30 سنة من الاستبداد ومن تغييب آليات الإصلاح الديمقراطي، مثال حي على إمكانية عودة الفعل الثوري إلى واجهة الأحداث في مجتمعاتنا. هل هناك خلل في العلاقة بين السعودية والإمارات بخصوص التحالف الذي يقودانه في الحرب اليمنية؟ يجيب الموقع بوست: ضمن سباق النفوذ بين السعودية والإمارات في اليمن، نلاحظ تمدد النفوذ الإماراتي واتساع مساحته أكثر من مساحة النفوذ السعودي، وهذا يعكس مدى الخلل الذي اعترى العلاقات السعودية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، أي بعد الصعود السياسي لكل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وتحول السعودية من دور المتبوع إلى دور التابع في علاقتها مع الإمارات، غير أن تدخل الدولتين انحرف عن مساره،
وأصبح أداء الدولتين في اليمن مثيرا للجدل وطغى على اهتمامات معظم اليمنيين الذين ساءهم ذلك. دولة الإمارات هي السباقة في ترسيخ نفوذها في المحافظات المحررة، وتلك التي لم تشهد معارك ولم تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وكانت البداية من العاصمة المؤقتة عدن. في مقابل ذلك أقدمت السلطات السعودية على توفير الإقامة الدائمة للحكومة الشرعية في أراضيها ودفع رواتب أعضائها بالعملة الأجنبية، ولم تمارس أي ضغوط على حليفتها الإمارات لإفساح المجال للسلطة الشرعية للإقامة الدائمة في عدن. هذا السلوك للدولتين بخصوص منع إحداهما الإقامة الدائمة للسلطة الشرعية في عدن وتوفير الأخرى هذه الإقامة في عاصمتها، يعني بأنهما تهدفان إلى أن تبقى الحكومة الشرعية غير قادرة على فرض إرادتها وسيادتها، خاضعة لإملاءات حكام الدولتين وأيضا للتحكم بمسار المعركة. تجربة جديدة يعيشها المزارعون في مأرب، حيث يعنون موقع صحوانت. بعد نجاح كافة مراحل الاختبار، مأرب تعلن عن بدء زراعة صنف جديد من القمح، حيث أعلنت محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية مأرب الجوف عن نشرها لصنف جديد من أصناف القمح في حقول المزارعين بعد نجاح كافة مراحل الاختبار والتقييم والإكثار لبذوره، أطلقت عليه اسم طيبة. ويتحدث الموقع مستندا إلى مهندسي المشروع عن مراحل اختبار الصنف الجديد، حيث قال إنه تم اختياره من بين 260 صنفا من بذور القمح، وتمت عملية التقييم خلال 6 مواسم زراعية، وأثبت هذا الصنف تميزا كبيرا في الإنتاجية التي تتراوح بين 6 إلى 7 طن للهكتار الواحد، إلى جانب قدرته على مقاومة التغييرات المناخية مع ثبات كمية الإنتاج. موروث استبدادي بثقافة الرديئة. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. يقدم الحوثيون يوميا الدليلة والدليل على أنهم جزء من موروث استبدادي غاشم لا يرى اليمن غير أرض مستباحة، وحينما تتوفر شروط الهيمنة لهذا الموروث فإنه يتصرف كعصابة مسلحة تقتل وتنهب وتدمر ولا تعرف من شأن الدولة سوى الجباية وحشد الناس إلى مواكب الموت واختراع الأسباب لتوليد الانقسام الاجتماعي بدوافع وسلوك لا ينمان إلا عن غياب الارتباط الموضوعي بشروط المواطنة بثقافة وطنية غير تلك التي تبثها جماعة الحوثي هذه الأيام نهاراً وجهاراً. لا يجب مجاراة هذه الثقافة الرديئة، فالذين يتمسكون بمشروع الوطن لا بد أن يحملوا هذا المشروع فوق ألواح ودسر مصنوعة من عراقة هذا الوطن وأصالته، متجاوزين الغث الذي رمت به ظروف الحياة في طريقه، والذي لن يكون سوى حالة سطحية مؤذية لا يمكن لهذا الموروث الاستبدادي الرديء أن ينقلها إلى الأعماق التي تتشكل فيها، رغماً عن قتامة المشهد. ملامح جديدة لحياة يستعيد فيها اليمن عراقته وثقافة التعايش التي اعتمرها دهوراً كتعبير عن أصالة لا حدود لها. مقاومة حجور والحشا وقبلهما الحقب وعشرات القرى والمناطق التي تقع تحت هيمنة هذه الجماعة مع كل ما تمارسه من عنف ودمار إنما يدل بوضوح أن هذا الموروث الاستبدادي ينحصر بإرادة شعبية، والإرادة الشعبية حينما تنتفض على موروث الاستبداد لابد أن تفهم بمحتواها الوطني وبصيغتها التي يتصدرها مطلب الدولة الذي تتحقق معه المواطنة والعدالة وسيادة القانون. لم تمنع الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات القادمين من القرن الإفريقي من المغامرة ومحاولة الوصول إلى السعودية عبر اليمن. وتعنون شبكة CNN الأمريكية كيف يخاطر مهاجرون أثيوبيون بالعبور عبر حرب اليمن للوصول إلى السعودية. وقالت الشبكة الأمريكية إنهم يسيرون مرهقين على طول الطريق المتعرجة المهجورة باتجاه أوبوك في شمال جيبوتي، تحيط بها على جانبيها المناظر الطبيعية الغريبة السوداء التي خلفتها الانفجارات البركانية منذ آلاف السنين. إن أثيوبيا متصدعة، يقول أحد الشبان عن موطنه، هو يسافر ضمن مجموعة من 4 أشخاص من جيما في جنوب غرب أثيوبيا، ولا يحمل كل منهم سوى قنينة مياه. اليمن، يقول أحدهم في إشارة إلى محطته القادمة مضيفا: يمكن أن أذهب من اليمن إلى السعودية للعمل وإرسال المال إلى والدتي. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، يحاول حوالي 20 ألف مهاجر معظمهم من أثيوبيا
السفر على طول هذا الطريق القديم والمميت بشكل متزايد عبر منطقة الحرب في اليمن كل شهر. جميعهم يخاطرون بالترحيل إذا ما علمت بهم الشرطة. كثيرون منهم غير مدركين للحرب في اليمن، والقنابل والرصاص وقذائف الهاون والألغام، غير مدركين لمخاطر العبور والجثث التي تنجرف على سواحل جيبوتي واليمن. الغارديان نشرت مقالا لمراسلتها بيثان ماكرينان قرب مدينة باغوز في سوريا حول انهيار آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية. وتصف الصحيفة مشهد انسحاب آخر عناصر التنظيم من مدينة باغوز في سيارات قالت إنها تستخدم لنقل الماشية، حيث خبأوا وجوههم وهم يمرون قرب المقاتلين الأكراد دون أن ينبسوا بكلمة واحدة بعد سنوات من المعارك بين الطرفين. وتضيف أن بعض الوجوه الغريبة كان من الممكن تمييزها بين كل المقاتلين المنسحبين من المدينة رغم إخفاء الوجوه، مشيرة إلى أن القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية على أهبة الاستعداد لاقتحام المدينة بعد إتمام انسحاب المدنيين ومقاتلي التنظيم والراغبين في الخروج منها. وتوضح ماكرينان أن العملية تأخرت عدة أسابيع بسبب العدد الهائل من المدنيين الذين بدأوا في التدفق من المدينة إلى خارجها سعيا لتجنب المعارك. الأسرى والجثامين في اليمن. تحت هذا العنوان كتب نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر مقاله الذي تنشره بلقيس، مضيفا: ليس من شاهد على انحطاط الحرب في اليمن وإفلاس المتحاربين أخلاقيا ودينيا وأدبيا وسياسيا كبدعة تبادل الجثامين، فبسبب من عدم الاتفاق على تبادل الأسرى والذين هم مواطنون يمنيون تقاتلوا كقبائل ومناطق وجبهات وواجهات وأطراف سياسية وحزبية وطوائف أو بالأحرى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة، والأسرى منهم أقرب إلى المحتجزين منهم إلى الأسرى، يصبح الأمر أكثر تعقيدا، وتحويلهم إلى أسرى يؤشر أن نوايا اقتسام الوطن الملغوم بالحرب المركبة الأهلية والإقليمية وشرعنة التفكك والتقسيم الحالي، فالتفكيك والتمزيق هدف رائس لأطراف الحرب الأهلية والإقليمية والدولية. العجز عن الاتفاق على تبادل المحتجزين الأسرى يؤكد سوء النوايا والإصرار على إطالة أمد الحرب وتفكيك الكيان اليمني وتمزيقه. الفاجع أكثر أن يهرب الطرفان إلى التفاوض على تبادل الجثامين أو بالأحرى محاولة الإفراج عن الأموات ذات استيطان. قال أحد القادة الصهاينة إن الفلسطيني الطيب هو الفلسطيني الميت، فاليمني الأسير هو الجثمان، أما الحي فليس بأسير حتى يموت ويتحول إلى جثمان ليتم تبادله. في حروب الأمم والشعوب يتم تبادل الجثمان ليعاد دفنه في وطنه وأمته، ولكن تبادل جثامين القتلى اليمنيين إلى أين يراد الذهاب بها؟ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب تكرس العديد من المواد الحاضة على احترام كرامة الأسير، وتحدد الأسير بأنه أحد أفراد القوات المسلحة والميليشيات والوحدات المتطوعة، أما المدنيون فليسوا بحال طرفاً في الحرب، ولا يجوز بحال تحويلهم إلى أسرى أو رهائن كما يفعل أطراف الحرب في اليمن وعليها. مأساة الحرب في اليمن أنها أصبحت موظفة في الصراع الإقليمي وأداة ضغط دولي لفرض أجندة معينة في اليمن والإقليم، والأدهى والأمر أن الإقليمية أصبح أقوى من الوطني والدولي أقوى منهما معا. ولأن الإرادة قبل كل شيء، فقد تمكن مجموعة ممن فقدوا أبصارهم من تحقيق ما عجز عنه كثير ممن يرون كل شيء. ونطالع من موقع البي بي سي: مكفوفون يتسلقون أعلى قمة جبل كليمنجارو. وقال الموقع: أكمل 7 مكفوفين رافقهم 4 مبصرين رحلتهم الشاقة لتسلق قمة كارتر على جبل كليمنجارو وفي تنزانيا، والتي يصل ارتفاعها 5750 مترا عن سطح البحر. واستغرقت المجموعة 9 ساعات لتسلق آخر مسافة إلى القمة والتي تبلغ 914.4 متر، متحدين بذلك الرياح العاتية ودرجات الحرارة المتجمدة. وعند وصولهم إلى القمة قامت طائرة كانت قد رافقتهم بتحريك جناحيها تحية لإنجازهم. وقد غطت الصحف الإفريقية الرحلة في صفحاتها الأولى، وقد استقبل جميع المشاركين في الرحلة استقبال الأبطال، وعرضت 3 أزواج من أحذيتهم المهترئة في الرحلة في المتحف الوطني الأوغندي. من الأخبار المنوعة المتداولة اليوم على مواقع الأخبار ما نشره موقع دوتشي فيل الألماني بعنوان:
ناسا تقدم خدمة حالة الطقس من كوكب المريخ. ووفقا للموقع فإن وكالة ناسا الفضائية لا تقدم معلومات حول الطقس على الأرض، بل باتت تقدم معلومات عنه على كوكب المريخ أيضا. وربما سيخرج علينا مذيع طقس في إحدى القنوات العالمية قائلا: حالة الطقس اليوم في جارنا الكوكب الأحمر. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقدم خدمة خاصة من نوعها، حيث تعرض الخدمة حالة الطقس على كوكب المريخ، من ضمنها درجة الحرارة وسرعة الرياح. وقد نشرت على موقعها الرسمي أنه يمكن قراءة كل المعلومات المتعلقة بالطقس على كوكب المريخ. المعلومات ترسلها المركبة من على سطح الكوكب الأحمر. من المعلومات الواردة أن أعلى درجة حرارة سجلت أمس هي 17 درجة مئوية، وأقل درجة بلغت 95 درجة مئوية. أما سرعة الرياح فبلغت نحو 62 كيلومتر ساعة باتجاه جنوب غرب. يمكن لصورة ما أن تحصل على اهتمام وإعجاب 100 مليون مشاهد أو متابع، ويمكنها أن تكون فقط بعض من صور ناشونال جيوغرافيك. بعض لهذه الصور ذات 100 مليون متابع نشرتها صحيفة الواشنطن بوست. نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما سنعرفه من خلال رسوم الكاريكاتور التي نشرتها الصحف، فلنتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.